نشوف فيديو الحلقة لعله يسعفك أكثر في الأفكار. تفضل. Her front legs didn't fully develop. The quick-thinking staff at SPCA fitted Daffodil with custom-made wheels, enabling her to walk and run with a little practice. She's tipping forward, so when she uses her back leg, just jetting herself out. Veterinary technician. دكتور، السؤال اللي يطرح نفسه، أيهما أولى بعمل التطوع، الإنسان أم الحيوان؟ أنت شفت الآن قطط لا تستطيع المشي أو كلاب فيصنعون لها عجلات حتى تتحرك. هذا السؤال يا دكتور يتكرر وفيه لغم كما يقال، أيهما أولى؟ لا طبعا الأولى، أو سؤال الأولوية يا دكتور ينبغي فقط أن يسمح بطرحه في حالة التدافع. أنا الآن كشخص، الآن على مستوى كشخص، إما أن أقدم ما لدي من خدمة، وهي خدمة أي محددة وضيقة، للإنسان أو الحيوان. في هذه الحالة الإنسان. أما كمجتمع كمؤسسات، سؤال الأولوية غير وارد. سنشتغل بالتوازي كما يقال، سنقدم إيه للبشر ما يحتاجون، وأيضا للحيوانات والبهائم ما تحتاج في الوقت نفسه. وهذا الذي يحصل في الغرب وفي الشرق. لكن نحن لا أدري، يعني هذه الأسئلة لماذا قلت ملغومة؟ لأنني تقريبا أشتم من خلال هذه الأسئلة نوع من الاعتذارية، أو نوع من إيه، يعني من مخرج الفرار لكي نفر أصلا من التزاماتنا. ليس هذا. في حالات ضيقة جدا جدا يسمح بسؤال أولوية هذا.